يعني ما هي الرسالة اللي توجهها لكل إنسان في نفس الشيء على أحد؟ نريد رسالة مختصرة حتى ننتقل للإخوان ونأخذ مشاركاتهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الله سبحانه وتعالى يقول: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. والله يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فهذه من الصفات الطيبة التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها على أولئك النفر الذين تميزوا بما يرضي الله سبحانه. وهذه الصفات النبيلة الجميلة لا يتصف بها إلا كبار الناس. وقيل للأحلف بن قيس: ممن تعلمت هذا الحلم يا الأحلف بن قيس؟ قال: تعلمته من قيس بن عاصم. قيس بن عاصم يقول: كان جالسا في بناء دار محتبيا بحبائل سيفه، وكان يحدث قومه، فأتي له برجل مقيد ورجل مقتول، وقيل له: إن هذا ابن أخيك قتل ابنك، فاستمر في حديثه ولم يقطع حديثه. الله. وبعد أن انتهى من حديثه قال لابن أخيه: ما صنعت إلا أن أغضبت ربك ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك. وأمر ابن له أحد عياله قال: احلل قيد ابن عمك وادفن أخوك وخذ 100 من الإبل وعطيها لأمك دية لابنها فإنها امرأة غريبة. يعني هذه المرأة يعني مهم من القبيلة، مهم من القبيلة. الله. مراعاة لخاطرها ودفعا لدية ابنها الذي مات رحمه الله. فهذا حال الكبار، دائما كبار القوم هم الذين يعفون، هم الذين يصفحون، هم الذين يتنازلون، هم الذين يقدمون. وكان من أولئك القوم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكان من كبار الذين اتصفوا بالحلم وبالعفو وبالصفح. وقيل أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان لديه مزرعة بقرب مزرعة عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير صحابي ابن الزبير بن العوام ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، نسب شريف عظيم، ومعاوية كذلك نسب شريف عظيم، وكلهم عظماء وكلهم أصحاب لرسول الله. كان عمال معاوية يدخلون على مزرعة عبد الله بن الزبير فمنعهم مرارا وتكرارا ولكنهم لم يمتنعوا. فغضب عبد الله بن الزبير وكتب خطابا إلى معاوية، قال من عبد الله بن الزبير إلى معاوية بن أبي سفيان ابن هند آكلة الأكباد، يلمزه بأمه، لأن أم هند بنت عتبة وهي من سيدات النساء رضي الله عنها وأرضاها، أسلمت. إلى معاوية بن سفيان ابن هند آكلة الأكباد: إن عمالك دخلوا مزرعتي ولو عادوا ليرنك الله ما أصنع. معاوية كان بجنبه ولده يزيد، قال: انظر إلى عبد الله بن الزبير، بعث لي بهذا الخطاب يتهددني. ومعاوية أمير المؤمنين في الشام وخليفة وأول من أسس خلافة بنو أمية ولديه جيش ولديه قوة. قال ابنه يزيد: إن شئت يا أبي أرسلنا له جيشا، أوله عنده في المدينة وآخره عندك في الشام، يأتونك برأسه. قال معاوية: ذلك الحليم، أو غير ذلك صلة ورحما؟ الله أكبر. أو غير ذلك صلة ورحما؟ فأخذ الخطاب، قال: من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن أسماء ذات النطاقين. مدح يزكيه بأمه، لأنها أسماء ذات النطاقين بنت أبو بكر، هي التي كانت تحضر الطعام لرسول الله وأبوها أبو بكر وهم في الغار في أوائل من خدم الهجرة، أوائل من خدم الإسلام. أمه: إلى ابن أسماء ذات النطاقين، والله يا ابن أخي لو كانت الدنيا بيني وبينك لدفعتها لك، ولو كانت مزرعتي من المدينة إلى الشام لأعطيتك إياها، أضم مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك، واعلم أن جنة الله عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. شوف كيف التعامل بالحسنى. أتى ذلك الخطاب إلى عبد الله بن الزبير وبله. ما كان ردة فعل عبد الله بن الزبير؟ عبد الله بن الزبير قرأ ذلك الخطاب وبله بدموعه وقال: لا أعدمك الله منزلا وحلما أجلسك من قريش بهذا المنزل. الله أكبر. ترى الحلماء والناس الذين يعفون ويصفحون هم الذين يكونون السادة في أقوامهم. فأسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يتصف بهذه الصفة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأشج بن عبد قيس
فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. قال يا رسول الله أهما صفتان جبلني الله عليها أم هما صفتان اكتسبتهما؟ قال بل صفتان جبلك الله عليها. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فهذه من الأشياء الصفات الجميلة، العفو والصفح والحلم والأنا من الصفات التي يحبها الله ويحبها رسول الله. وأسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يتصف بهذه الصفات الطيبة، وأسأل الله يجعلنا وإياكم من العافين عن الناس والكاظمين الغيظ، وصلى الله على محمد. الله يجزاك خير ويبارك فيك يا أبو راكان. أبو فهد عندك شيء في هذا الموضوع؟ لا والله ما أقدر على ما قال كفف أبو راكان، لكن العفو لما أتكلم عنه شيء. الله أكبر. الله يعطيك العافية. أبو سليمان، العفو وما أدراك ما العفو؟ الله يطول العمر. قلوا يا الله إن الله يعفو عنا وعنكم، هذا يعني زبدة الكلام.